السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أتمنى الله تعالى أن يكون الجميع بخير، نسأل الله تعالى أن يفرج عنا ويرفع عنا عن البلاء. نستمر أعزائي في دروس المحور الميكانيك. الحصة ديال اليوم غنتناول موضوع مهم اللي هو الوزن والكتلة. من الأخطاء الشائعة لاستعمال هذه العبارة كما موضح عندكم في الصورة، الوزن الصافي للدقيق هو 5 كيلوغرام، خصوصا في المجال الغذائي. إذا السؤال الأول، ما المقصود بالوزن؟ ثم ما هي العبارة الصحيحة؟ بداية لابد من التمييز بين الوزن والكتلة. لهذا الغرض سوف ننجز هذه التجربة. الصورة الأولى توضح استعمال جهاز الدينامومتر لقياس شدة وزن جسم S. تشير الإبرة إلى القيمة 8، العيار 0.1 نيوتن. إذا شدة وزن جسم S هو شدة وزن جسم S هي 0.8 نيوتن. الآن نستعمل جهاز الميزان لقياس كتلة نفس الجسم S، إذن فنحصل على 0.8 كيلوغرام. إذن جهازين مختلفين ووحدتين عالميتين مختلفتين، وبالتالي فإن الوزن والكتلة مقداران فيزيائيان مختلفان. الوزن يمثل قوة والكتلة تتعلق بكمية المادة التي تكون هذا الجسم. إذا في الاستنتاج، إذا قلنا بأن الوزن والكتلة مقداران مختلفان لا ينبغي الخلط بينهما. الوزن حسب التعريف فهو القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم، الوحدة العالمية هي نيوتن، والجهاز المستعمل لقياس الوزن هو الدينامومتر. ثم الكتلة كما قلنا بأنها هي كمية المادة التي يتكون منها هذا الجسم، وحدتها العالمية هي الكيلوغرام، والجهاز المستعمل لقياس الكتلة هو الميزان. إذا صحيح العبارة الخاطئة سوف نعوضها بالكتلة الصافية للدقيق هي 5 كيلوغرام. الآن سوف نحاول أن نجد العلاقة التي تربط بين الكتلة والوزن. لإيجاد هذه العلاقة ننجز هذه التجربة. كما تلاحظون لدينا رابط، يمكن أن تأخذ هذا الرابط على المتصفح الإنترنت وسوف تشاهدون التجربة في برنامج المحاكاة فلاش. النتائج المحصل عليها مدونة على الجدول التالي. إذا أولا الجسم الأول، نقيس كتلة الجسم الأول هي 0.1 كيلوغرام، ثم شدة وزنه بجهاز ديمومتر هي 1 نيوتن. نفس بالنسبة للجهاز الجسم الثاني، كتلته 0.2 كيلوغرام وشدة وزنه 2 نيوتن. نعيد نفس الشيء بالنسبة للجسم الثالث، الجسم الرابع والجسم الخامس. هذا بالنسبة للنتائج المحصلة عليها. إذا قمنا بقسمة شدة الوزن على كتلة كل جسم 1 على 0.1، نحصل على الخارج 10. بالنسبة للجسم الثاني 2 على 0.2، الجسم الثالث والرابع والخامس. إذا كما تلاحظون نحصل على نفس الخارج. إذا نقول بأن هناك علاقة تناسب بين شدة الوزن والكتلة، وعشرة تمثل معامل التناسب. كما تعلمون الوحدات العالمية في المقادير الفيزيائية مهمة جدا. إذا كانت الوحدة العالمية لبي شدة الوزن هي نيوتن، لأم الكتلة وحدتها العالمية هي الكيلوغرام، فإن الخارج 10
وحدته العالمية هي النيوتن على الكيكرة. فنكتب خلال هذه التجربة، بما أن المعامل هو 10، إذا نستنتج أن بي تساوي 10 مضروبة في الكتلة ام. خلال التجربة استنتجنا المعامل 10، ولكن بشكل عام سوف نعوضها برمز نسميه شدة مجال التقالة، وهو الحرف جي. إذا نرمز لشدة مجال التقالة بحرف جي، وحدته العالمية هي نيوتن على الكيلوغرام. ملاحظة بسيطة، أن سابقا استعملنا جي ماجسكول، لأن غير عدم الخلط بين جي ماجسكول جي مينسكول. إذا جي ماجسكول هي نقطة تمثل مركز ثقل الأجسام، بينما جي مينسكول هي شدة مجال التقالة. إذن هي المعامل التناسب الذي يرمز بين كتلة M وشدة الوزن B. خلاصة، بعدما استعملنا جهاز الدينامومتر لقياس شدة وزن الأجسام، فهذه طريقة أخرى، طريقة ثانية لحساب شدة وزن الأجسام، هي العلاقة P تساوي M في G. مع التذكير الرموز لكل مقدار فيزيائي، وكذلك التأكيد على الوحدات العالمية. خلال التجربة حصلنا على القيمة اللي هي 10 نيوتن على الكيلوغرام، ولكن بشكل عام قيمة شدة مجال التقالة تتغير، لا تبقى ثابتة حسب تغير المكان. أولا حسب خطوط العرض، خلال هذه الصورة يتضح لأن الجي على خط الاستواء، الجي شدة مجال التقالة خط الاستواء تساوي 9.78 نيوتن على الكيلوغرام، على المغرب 9.80 نيوتن على الكيلوغرام، وفي الخط الاستواء 9.83 نيوتن على الكيلوغرام. إذا شدة مجال التقالة قد تغيرت حسب خطوط العرض. كذلك حسب الارتفاع، كما مبين في هذه الصورة، على سطح الأرض مثلا مدينة إفران شدة مجال التقالة 9.8 نيوتن على الكيلوغرام، وعلى ارتفاع 3 كيلومترات نلاحظ بأن شدة مجال التقالة قد تغيرت لتصبح 9.79 نيوتن على الكيلوغرام. إذا نقول بأن شدة مجال التقالة تتغير حسب خطوط العرض وكذلك حسب الارتفاع. إذا مكان التجربة الذي نجري فيه التجربة مهم جدا أن نسجل قيمة شدة مجال التقالة، وإذا أنجزنا تجربة في مكان آخر بالتأكيد فإن شدة مجال التقالة قد تتغير. الآن مقارنة مهمة جدا بين شدة الوزن وكتلة نفس الجسم. مثلا على سطح الأرض نقوم بقياس كتلة جسم، فنلاحظ على الميزان أن كتلة هذا الجسم هي 5 كيلوغرام، وعلى جهاز دينامومتر نقي شدة الوزن نفس الجسم فنلاحظ 49 نيوتن. نعيد قياس نفس الجسم ولكن الآن على سطح القمر، كما تلاحظون الكتلة تبقى ثابتة لا تتغير، فنقول بأن الكتلة مقدار فيزيائي يتعلق فقط بكمية المادة ولا يتعلق بالمكان، إذا تبقى ثابتة. بينما نلاحظ تغير في شدة وزن الجسم فأصبحت 8 نيوتن. إذا شدة وزن الجسم تتعلق بالمكان، ويمكن أن نعمم فنقول بأن كل كوكب له الشدة أو له شدة مجال التقالة خاصة به، وإذا تغيرت شدة مجال التقالة فإن شدة الأوزان أو شدة وزن الأجسام تتغير كذلك. ملاحظة أخيرة خلال التجربة، أن شدة وزن الجسم يساوي على سطح الأرض يساوي تقريبا 6 مرات شدة وزنه على سطح القمر، وهذا ما يفسر صعوبة البقاء على سطح القمر بشكل مماثل على سطح الأرض. أتمنى أن تعم الفائدة. أذكر أن سوف تجدون في المرفقات ملخص ديال الدرس، فمهم التأكيد على أنه يجب كتابة الدرس في دفتر الدروس. كذلك سوف تجدون تمارين
تطبيقية يجب إنجازها في دفتر التمارين. في النهاية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.